بريتن ما شاء الله بيكون هاز سترونج ايمان يو نو. عن بعض الناس ياتي هنا مسكين في بلده مظلوم، طيب ربما محقور ما عنده اي بلد ياتي هنا او ياتي هنا للشغل، ان شاء الله يفتح الله الابواب. لكن لا تكذب يا اخي، ما تقول انت هاجرت بلدك لانك تحب الاسلام وتريد ان تصلي وتريد لا ترى المنكر وتاتي الى هنا ام المنكر، ما تكذب علينا. اندستان سي، انا اتيت كما كلنا او اكثرنا اتيت، عندي في البلد ما عندنا شغل وعندي اهل اريد ان اشتغل، لا خلاص ان شاء الله خير. But والله بابا don't say you left your country because in your country it's so haram and you come to Britain. I've been here for 22 years. Summertime, you don't want to be walking on the streets in the summertime. You understand? The reason I'm speaking about this, there is a insan, هذا insan, أي مسلم عندما يحس إيمانه ناقص ويرى المنكر أين يذهب؟ يذهب إلى الحرم المكي، إلى بيت الله الحرام، يجي فيها عمرة ما شاء الله، يجاور بيت الله الحرام أو المسجد النبوي، تفكر ما شاء الله الصحابة والرسل في مكة، هذا هو الذي نفعله. That's what we do. الرسل في المدينة. No, الرسل they walked. They were there before. No, that's when we dufin. I'm walking the Anbiya والرسل. So if your iman is down, what are you gonna do? If you feel iman down, say haram, you're gonna go to? Where do you go? If you want to make your iman stronger, where do you go to? Let me ask you, where you go? You go haram al-makki, do umrah, do hajj. But have you, هل سمعتم بهذا الرجل؟ قال لك رجل في السعودية أحس المنكر، رأى المنكر في السعودية وإيمانه أراد أن يقوي إيمانه ولا يرى المنكر فأتى إلى بريطانيا يعيش. والله هذا جنون أخي. المشكلة ليس معه هو، المشكلة مع الحمير الذي يصدقونه. There is a guy. إذا أنا حمار فأنت تفهم لغتي. فأنت حمار كذلك. فالحمار يفهم لغة الحمار. فهمتك؟ أتكلم، ماذا ستفعل؟ ماذا ستفعل أيها البخل؟ ماذا ستفعل؟ لأنك تفهم لغة الحمير يا حمار. فأنت تتكلم بالحمير؟ لا، أنت تفهم لغة الحمير. فلماذا تكلمني لا أفهمك؟ أنت وصفت. شوف حمار يتكلم. أنت حمار. قال لي أنت تفهم لغة الحمير. أنت حمار. فملازم هو حمار. اسمع. Anyway, so imagine my brothers, someone's iman is down. يا حمار العلم، لا تتهرب، لا تتكلم عن أحد في السعودية، اقطع لسانك. إذا عندك مشاكل مع أحد عايش في السعودية روح لبلادك. ما فهمت عربي أنت؟ لا تعرف إيش قلت أنا؟ ما تكلم عن السعودية، ما فهمت حبيبي. لا ما كلمت. لا تكلم عن الناس اللي جو السعودية. ما قلت هذا. اقطع لسانك أخي. تاكل تراب اسمع. اسمع يا حمار، أنت ما فهمت كلام. يا حمار هذا مالك دخل. هذا ما يفهم. ما فهمت. تعرف إيش قلت أنا؟ إيش قلت؟ إيش قلت؟ يا حبيبي ما فهمت الموضوع أول. أنت ما فهمت الموضوع. الناس اللي جو من السعودية. لا ما الناس، لا فهمت حبيبي غلط. أنا أتكلم على أناس يدعي الله يشوف. تعال. أنه ترك السعودية وجاء إلى. لا ما هكذا. في أناس يترك السعودية يأتي هنا للزيارة، طيب يأتي للشفاء، هذا ما في مشكل. لكن أنا أتكلم عن شخص يطعن في السعودية، فهمت؟ فأنا أدافع عن السعودية حبيبي. لا لست أدافع عن السعودية. أخي أشوف. أخي اسمع، ما فهمت. فهمت. أنا ضد من الذين يطعنون في السعودية ويقول في السعودية فيه المنكر وهو موجود هنا. عادي. أنت إيش جابك هنا؟ أنت وجودك. ما فهم هذا، ما فهم هذا. أنت وجودك هنا ليش؟ أنت مع الذين يطعنون في السعودية. نعم. مع الذين يطعنون في السعودية. فأنت منافق. لأنك تعيش في الكفر. أنا أقول لك هذا يبغون السعودية. أنت مع المخابرات. أنت ضد الدولة السعودية. هذا ضد الدولة السعودية وضد المسلمين. أنا أدافع عن السعودية، عن الجزائر، عن باكستان، عن الدول الإسلامية. أنت غبي، أنت غبي وجاهل، أنت غبي وجاهل. ماذا تفعل هنا؟ ماذا تفعل هنا أنت؟ ماذا تفعل هنا؟ أنا أقول ماذا تفعل هنا؟ أقول لك ماذا تفعل هنا؟ أنا أحب الدنيا. تحب الدنيا؟ أنا أحب الدنيا يا حمار. أنت تكره الحمار مثل؟ أنت حمار. هذا والله ببغاء هذا. أنت حمار. والله ببغاء. لا أنت تبحث. والله ببغاء. هذا وجودك هنا ماذا؟ أنا أقول لك وجودي هنا. ماذا؟ أنا زوجي من هذا البلد. ها؟ زوجي من هذا البلد. طيب الناس. طيب اللي جا هنا يبي يتزوج. مثلك. من يتزوج مثلك أنت؟ ما أي امرأة تزوجك أنت؟ مجنونة تزوجك أنت؟ من قال لك اني ابي اتزوج؟ وتقول لي اتزوج مثلك؟ انت حمار اقسم بالله. حبيبي شوف الله يقول اذا خادم جولان. خلاص 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 خلاص.
تاكل تراب وما لك دخل ثاني مره. انا دخل لعن الله المنافقين من السعوديه، المنافقين من السعوديه لعنهم الله، ولعن الله المنافقين من الجزائر، ولعن الله المنافقين من باكستان، ولعن الله حمير العلم امثالك. السلام عليكم. لا سلام على الحمير. سلم على حمير قال لك والله حمار هذا. anyway هذا عدو، هذا شوف شوف انا زوجتي هنا اهلي هنا وانا مستعمر البلد. لماذا يا افتح الاسلام افتح فتوحات افتح البلد افتح البلد. ارحل لبلدك يا كلب. لماذا لا تكل بريطانيا يا كلب بريطانيا؟ انت منافق. انا هنا انا احاسب احاسب المنافقين مثلك يا كلب يا خبيث. هذا الحمار اخوك. والله استغفر الله. صحيح 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 اخي. لا بعد عن انا الحمد لله. هذا اخو اخو الكبير. والله تعرف لا خلاص خلاص خلاص. والله يا اخي اعوذ بالله. تعرف هذا الرجل، شوف هذا الانسان من الذين انا عندي مشكله مع من؟ مع اي شخص يهرب من بلدي يقول لي انه راه الحرام ياتي الى البلد. هذا منافق. تاتي الى هذا البلد تشتغل ما عندي مشكل. نعم هذه لك انت، لكن تدعي بانك هربت من الجزائر او من باكستان او من السعوديه لانك رايت الحرام لتاتي الى بريطانيا، فتكذاب تكذاب انت. ما تقول صح فهمت. فلكن الحمد لله نحن هنا ايش نفعل؟ الحمد لله نحن نفعل الدعوه. هادو ياتوا ايش يفعل؟ لا دعوه لا يحزنون. ياتي يتكلم عن بلده يطعن في بلده. فهذا الانسان هذا من اعداء الدول الاسلاميه والذين يحبون الشيعه والرافضه. شوف شوف ابو عبد الله جاي شوف. واش مسوي؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف الحال؟ بخير. عندي مزيان ما شفتكش. انا هنا الاسبوع الماضي كنت هنا. والله يا اخوه قلت له انا اهلي هنا. قال لي انا احب نتزوج. ماني نتزوج بك انت يا اخي. هذه ملعون عليها اللي تزوج بشخص مثلك انت. anyway leave him forget him. my point here is my brothers be aware of people who they want to destroy the Muslim countries. be aware. Muslim countries are not perfect. but these people they see haram here and they're silent about it. so if you want to enjoy good امر معروف نهي عن المنكر. لماذا لا تفعل هنا الامر المعروف والنهي عن المنكر؟ what all in the Muslim countries you want to destroy the Muslim countries. be aware that's my point. لكن هذا الشخص كيف من هو؟ هذا يجي يومين هون ما يعرف. هذا كيما اقول لك من الحمارة الطيارة حبيبي. تعرف من الحمارة الطيارة هذا منه، من الحمارة الطيارة فتحوا له بريطانيا مسكين كان على الحمارة جابوه بريطانيا على طول. ما عرف مسكين شيء. فهمت؟ هذا ربما من ما ادري والله ما ادري. يدعي من السعودية لكن اظن هو من اتباع الرافضة. الذين يبغضون السعودية. انت عندك حاجة انا يا زلمة. ما تحشيش في راسك يا ولا الصوف. اطلع الصوف انا ولا Do you understand? That's my advice to you, my brothers. Be aware. أهل السنة صافيك حرام حرام. But my point here is the hypocrisy that I've seen and I've observed that some people in this country has no problem to see haram. But when you go to a Muslim country, he pretends that he cares to see haram. You understand? If you want to enjoy good and forbid evil, alhamdulillah, you are in this country, utilize opportunity to give dawah. Why are you in this country day and night speaking about Pakistan? You know Pakistan, but you're in Britain. How are you going to resolve the problem in Pakistan or Afghanistan while you are in this country? Or in Algeria or Saudi? You understand, akhi? That's my point. But that guy, he doesn't understand Arabic, no English. I don't know what language he understands. You understand, akhi? You know, because كثير من المنافقين يأتون من الدول العربية هنا يقول أنا معارض. I'm here to oppose the country. Why don't you say then oppose them? تأتي هنا you oppose them? You understand, akhi? And he has no problem to accept. هذا النفاق. لأن أحمد بن حنبل خليني أكمل خليني أكمل خليني أكمل. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم الشهادة أفضل جهاد، كلمة حق عند سلطان جائر. فإذا قتلك شهيد إن شاء الله ألا تحب الشهادة؟ فاذهب إليهم. تغيرت الآن حبيبي. أنا ليس ضدك بارك الله فيك. أنا أبين لك أخي الكريم بعض الناس ربما عنده مشكلة في بلده. اسمعني اسمعني خليني أتكلم. لا لا غالب. لماذا تطلب الشهاده؟ انساك جاوبني لماذا تطلب الشهاده؟ بتاويل ولا تبقوا بايديكم الى التهلكه. والرسول ينقض نفسه؟ لا انت كلامك according to your speech احنا عم نقض الدين. لا الله يقول ولا تبقوا بايديكم الى التهلكه. هذه ما معناها؟
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام. لا أنا ما نقص الدين لكل هذه معناتها إيش؟ لا تقتل نفسك أنت شخصيا ولا تفعل أشياء تقتل نفسك. أما الجهاد دقيقة أخي، أليس الجهاد تدخل بين العدو لكي تقتل؟ أنا ما بتكلم عربي أنت نسيت؟ لا الجهاد ما معنى الجهاد؟ الجهاد ليس أن يذهب الإنسان لوحده، الجهاد في سياق. لا ما عندك وحدة أم أم أثنين. ليس أن نذهب إلى بشار الأسد. أنا ما قلت لك بشار أسد أخي حبيبي، أنا أبين لك آية من كتاب الله، أنت أسأت فهم الآية. ولا تلقوا أنفسكم إلى التهلكة، طيب؟ هذه أس. ولا تلقوا أيديكم بس. أنت نعم ولا تلقوا أيديكم أنت فهمت أسأت فهم الآية، فهمت؟ الآية ليس معناتها إيش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف. أنت بالله عليك إذا كنت رجلا ولا تخاف في الله لومة لائم، لماذا أتيت بريطانيا وتكلم؟ إذا بهناك وكلم، إذا قتلك أنت شهيد إن شاء الله. هذا الشهيد. خلاص بريطانيا ظلم فيها، ما فيها ظلم؟ فيها ظلم. انقذها خلاص انقذها. تكلم على ظلم بريطانيا. خلاص. حبيبي عندما تتكلم على الظلم. أنا أقول لك علميا المشكلة إيش؟ أنا أقول لك علميا، عندما الإنسان يتكلم عن المنكر لإزالته، طيب؟ أنت في بريطانيا كيف سوف تزيل منكر في بلد آخر؟ إذا لم تستطع تزيله في بلدك في بريطانيا. هذا يخالف الشرع. أخي تعرف الشرع آتى لتحصيل المصالح، تكثير المصالح وتقليل المفاسد. مثال ذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى عندما كان يمشي مع تلاميذته فرأوا التتار يشربون الخمر، فبعض طلاب العلم الذين كانوا معه أرادوا أن ينكروا عليهم، قال لا تذكروا عليهم اتركوهم يشربون الخمر. هل ابن تيمية أمر بالمنكر؟ لا، قال إذا أمرتم أن لا يشربوا الخمر ماذا سوف يفعلون؟ يتركون الخمر ويذهبون يقتلون المسلمين. فانظر الى ايش؟ الى حكمة العالم. فالشاهد بارك الله فيك اخي، انا لا اتكلم عن بشار، بشار هذا جحش، فهمت؟ لكن انا اتكلم عن اناس يتكلمون في حكام مسلمين. بشار عندي ليس غير مسلم، فهمت؟ كيف تعرف ان الحاكم ما هو جيد؟ لا اذا ظلم الناس بينا فواضح، الذي لا يطبق شرع الله هذا ظالم. ها؟ السعودية ما فيها ظلم. انا ما كنت السعودية فيها ظلم. بارك الله فيك. أنا أقول عن الذين يقولون في السعودية في ظلم، لماذا لا يذهبون هناك؟ فهمت؟ فأنا ما أتكلم عن السعودية. هذا المنطق مو صحيح. صحيح. بالسعودية إذا بدي أفتح ظلمي لمدة ثانية 50 سيارة من عسكري بسحبات. فهمتني؟ يحطوني في السجن. أنا أتكلم عن موضوع ثاني. وسجوني في السجن وما عاد أبين أبدا. أين؟ في أي بلدة عربية أنا إذا عارض النظام، لأنه هاي البلدان ديكتاتورية وأنظمة ديكتاتورية. هذا نفاق ليس منهج السلف. لا خلاص الإمام أحمد هل ذهب إلى إيطاليا؟ الإمام أحمد عندما ظلم، والإمام مالك عندما ظلم، والصحابة عندما ظلموا، هل ذهبوا إلى بريطانيا ولا إيطاليا أم جلسوا في البلد صابرين؟ ما يتكلم خلاص، هذا كل خمس سنوات تكلم عربية. تتكلم عربية وأي لغة؟ نعم اتوا الى فرس فعلوا. لا الصحابه فعلوها احسن من الامام احمد. الامام احمد هل اتى؟ ما اسمع، افضل من الامام احمد فعلوها الصحابه. انت تقول لي الامام احمد ما يفهم. انا قلت لك حبيبي، انا قلت لك حتى الصحابه الذين ظلموا، طيب، ما ذهبوا الى بريطانيا، ذهبوا ربما من الحبشه الى الحبشه. لماذا؟ لان ما كان في دوله مسلمه حبيبي. طيب عليه الصلاه والسلام مدينه دوله مسلمه. طيب أنا المشكلة إيش حبيبي؟ فهموني أيها الأحبة في الله، أنا أتكلم باللغة العربية الفصحى، ما أتكلم عربية. من النفاق أن تأتي إلى أم الخبائث وتدعي أنك تبغض المنكر. بارك الله فيك أخي، هذا واضح، إلا البعير ما يفهمها. تأتي إلى بلد تقول لي أنا شخصيا مثلا أتيت إلى بلد صغير، كنت في 16 سنة، طيب، لم آتي لأني أريد الإسلام، أنا شخصيا ما كنت أصلي أصلا، أتيت لأجل الدنيا صغير. دقيقة حبيبي، دقيقة. أتيت وأنا صغير، الحمد لله كنت على طريقة الصوفية، هداني الله إلى الدعوة السلفية الحمد لله،